قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة جديدة بعنوان عيد رفع الصليب المحيي الكريم المقدس، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف كل من الخوري جوزيف السويد راعي كنيسة مار شربل المارونية بعمان، والأخت نهى صدقة مسؤولة بيت العناية الإنسانية لكبار السن في الفحيص، والدكتور جلال فخوري. وقد أثرى الضيوف الحلقة بمداخلاتهم، فإلى هناك. في الصليب الممجد وفي الصليب الهالكين. نعم. الصليب الممجد اللي هو مثمر بيطلع الأشياء بعد تعب طويل وبعد ألم، بنشوفها بننسى كل متاعبنا، زي ما حكى يسوع عن الأم لما تولد تنسى آلام الولادة، لما يحطوا طفلها بين إيديها تنسى كل أوجاعها. وفي الصليب العبثي أو الصليب الهالكين اللي هو نتيجة أخطائي، يعني أنا بحمل صليب نتيجة خيارات خطأ، أشخاص خطأ بفوتهم على حياتهم ولا يستحقوا اني اثق فيهم هاي الثقة، صدمات عاطفية، في اشياء كثيرة بتسبب ان هذا هو الصليب. نعم. رسالة بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس، وانا امبارح عم بتصفح ومنحضر الحلقة فاستوقفتني كلمة فان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، واما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. فحط هون شرط إنه إحنا مين اللي بينظر للصليب على إنه هو قوة الله؟ فقط المخلصين. المخلصين، نعم صحيح. يعني مش كل المؤمنين إنما المخلصين، بس فقط هي بيشوفها إنها هي قوة الله. مش كل لكن البشر. عند كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، ف يعني جدا عميقة ومحطوط، يعني بولس الرسول حط شرط، يعني كأنه بل بس عند المخلصين هم بيشوفوا الصليب. من هم المخلصين؟ من هم المخلصين؟ نعم. بحكي كيف ينال الإنسان الخلاص، مقوله بالإيمان بيسوع المسيح. نعم. تنال الخلاص يعني مباشرة. فإحنا بنقول مش كل الناس مخلصين، بس كل المؤمنين مخلصين. ما بنخطي صح، إذا المؤمنين التائبين بالضبط، المهم هم المخلصين اللي بيشوفوا قوة الله. أكيد. لكن ممكن يكون في مؤمنين لكن غير تائبين، اللي هو بيكون عندهم الصليب عندهم هالكين، عندهم جهالة، ما بيعرفوا قوة الصليب. ارتفاع الصليب الحقيقة هو دليل المشيئة والقوة الإلهية، وهو بنفس الوقت رسالة السماء إلى الأرض. نعم. وهو بنفس الوقت قوة الشخصية المسيحية الاعتبارية، وأنا بصر على هون كلمة الاعتبارية بعيدا عن الشخصية الجسدية أو المسيحية كجسد يعني. نعم. لأن المسيح القائل يعني أنا معكم كل الأيام يعني. نعم، إلى انقضاء الدهر. وبنفس الوقت كمان قال إنه بعد 3 أيام أنا ببني الهيكل وبقوم، دليل على إنه هو كان يعرف سلفا إنه هو مش مطول يعني في القبر. نعم. كما إنه ارتفاع الصليب هو دليل على هو دليل على التنفيذ الذي الحقيقة أوجد ولادة المسيح، دليل على الأجوبة اللي أثيرت حول ميلاد المسيح. نعم. كما أن ارتفاع الصليب هو عبارة عن رفع العبودية عن البشرية، وبنفس الوقت كمان هو هذا الاحتفال يرفع من البشرية، من الشخصية البشرية إلى الشخصية الإلهية، ليتأله الإنسان بارتفاع الصليب، تأله الإنسان. نعم. نعم. ثالثا يعني أو خامسا هو إيجاد ثغرة في السيكولوجية الإيمانية، بأنه ما لم يؤمن الإنسان بقوة الصليب ووجود السيد المسيح وقيامته على الصليب لا يمكن أن تستمر معه الحياة كما يريد هو. شو حلو هالحدث اللي سنة 326 إذا ماني غلطان بلشت قصة أمبراطورة
هيلينة مع ابنة ملك أمبراطور قسطنطين، كيف أنه تعوا تننبش خشبة الصليب وينها. وبتعرفوا أنا بحس هيك، ما بعرف أبونا جورج بعيشهم هدول، كيف بدي أنبش هالإشياء من إجة قلبي، كيف بدي أطلع هالإشياء الحلوة أنبشها وقول أنه أنا بدي أمشي دروب الحياة مثل ما قال يسوع المسيح، إذا بدك تكون لإلي تلميذ احمل صليبك واتبعني. فبدنا ننبش هالشيء اللي نحن صرنا مرات بتعرفوا كم خط الحياة عنا باللبناني، منقول كمخة يعني قديش من زيت نفايات وإشياء، قدي بدنا ننبشهم حتى نرجع نكتشف أصالتنا، يمكن جذورنا، طيبتنا، الفضيلة اللي محطوطة فينا مثل كأنه هي بذرة زرعت فينا. فالصليب هيك جوا كان بالأرض بأحشاء الأرض مدفون، ويمكن لحتى يطمسوا معالم الصليب دكتور وأبونا جورج بيعرف عملوا مزبلة لجبل الجلجلي، وهونيك حفرة كبيرة كانوا الروماني زدتوا نفاياتهم حد معبد فينوس اللي انبنى عليها الأمبراطور أدريانوس معبد لإلهم. فأنا بدي أقول اليوم نحن كمسيحيين مطلوب أنه نرجع ننبش هيدا الشيء الحلو اللي نحن دفنينه واللي بنعرف قديش ما قلنا خلاص إلا فيه. مشان هيك بدنا نوسع هالقصة. وأنا بقولكم اليوم عن جد إذا بدي أعيش هالاختبار، اختبار عيد الصليب، بدي أعيشه بعمق وبغمقه، لأنه الصليب هو مجد، الصليب هو العبارة، الصليب هو الجسر، الصليب هو اللي بيجي يعطيني الفرح النشوي. أنا بسقول اليوم تنفترض زوجي صليبي، مرتي صليبي، معناتها هي علامة مجد بحياتي، مش معناتها أنه هي اللي مقرفتني عيشتني النكد معي. قديه بدنا نعيشهم هيدول، وهيدول بيعطينا إياهم عن جد اختبار الصليب. والاحتفال بهالعيد هو تقليد، فكرة عامة، هو تقليد مسيحي قديم بعود للقرن السابع، وقت الأمبراطور البيزنطي استرجعوا بالصليب من بلاد الفرس. نحن كرهبنة بنحتفل بهيدا العيد لأن هو من صميم روحانية مؤسسنا الطباوي أبونا يعقوب، يلي كان دائما يتمتع بعبادة خاصة للصليب. كان شعاره بالحياة وكانت رغبته أنه يزرع الصليب على كل تل ومرتفع، لكن قبل كل شيء أنه يكون الصليب وروحانية الصليب هي بقلب كل إنسان. يعني الصليب هو موضوع كتير واسع لأبونا يعقوب وللكنيسة وللمسيحيين كلهم، هو كتير موضوع كبير وإله أكتر من معنى. بس مربولوس هيك بيختصر معنى الصليب بالرسالة لأهل كورنثوس وقت اللي بيقول إن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. إنسانيا أن الصليب هو علامة ضعف وفشل وألم أو حتى علامة العدم. ولربما بعض المؤمنين أنه بيشوفوا الصليب هو دعوة للألم، ومش ممكن يعيشوا إيمانهم إلا من خلال العذاب والألم. بس أبونا يعقوب بروحانيته للصليب مش هيدا الصليب يلي عرفه وبشر فيه. صليب المسيح بالنسبة لأبونا يعقوب مؤسسنا ولقلنا كروحانية هو علامة انتصار الحب الإلهي على الشر والجهل وقساوة القلب. ومن أقوال أبونا يعقوب بيقول الصليب فرح لا كآبة، إنه تعزية لا ضجر.